إذن بشأن تمديد مجلس الأمن آلية المساعدات للاجئين في سوريا، تنضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية حداد. أستاذة سمية، مرحبا بكم. كما تعرفين لا تزال المعركة قانونية وسياسية حول إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين، طبعا يأتي هذا حتى بعد تصويت مجلس الأمن الأخير. حبذا لو تضعين في صورة الأوضاع الإنسانية في سوريا أستاذة سمية. مساء الخير. بداية فيما يخص الأوضاع الإنسانية، فكما نعلم جميعا أن الأوضاع الإنسانية في سوريا عموما يعني هي في أسوأ حالاتها في الوضع الراهن، يعني حتى أن سوريا تعدت منذ منتصف عام 2021 بين احتلت المرتبة الأولى بين دول العشر الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي. يعني في سوريا قرابة 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. أيضا على صعيد شمال غرب سوريا فقط فلدينا قرابة 2.4 مليون مستفيد من المساعدات، معظمهم أطفال ونساء وكبار السن. جميع هؤلاء يعانون من أوضاع إنسانية غاية في السوء، وخاصة في ظل أنه خلال عام واحد المنصرين تم تخفيض حجم الحصة الغذائية التي يحصلون عليها من برنامج الغذاء العالمي مرتين. هذا زاد الأوضاع الإنسانية وأحوالهم سوءا في ضمن أكثر من سوء، وخاصة كما نعلم جميعا أن المنطقة تعاني من انهيار اقتصادي وانتشار بطالة، وأيضا هم لا يستطيعون رغم أن مناطقهم باتت أكثر أمنا لكنهم لا يتمكنوا من العودة إليها وما زالوا يقيمون في المخيمات. أستاذة سمية، هناك تعمد روسي لإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية، كما أيضا تعيق القرارات الدولية من خلال حق النقض الفيتو داخل مجلس الأمن، ولكن في هذا الإطار هل يكفي تمديد آلية إدخال المساعدات 6 أشهر في ظل الأوضاع التي ذكرتيها أستاذة سمية؟ موضوع المساعدات مؤسف انه تم تمديدها فقط لمده 6 أشهر. وهذه وسياتي التجديد ضمن فتره الشتاء التي تعتبر هي الفتره الاقصى على النازحين كما نعلم جميعا، ولا نعلم ان حجم المساعدات اصلا حتى اللي دخلت حتى عبر خطوط تماس خلال الفتره المنصرمه كانت لا تكفي الا اليسر اليسير. يعني كانت هناك 5 قوافل خلال عام كامل تضمنت 71 شاحنة، أشرنا في تقارير سابق لنا أنها لا تمثل سوى 0.75%. النظام الروسي يحاول التلاعب بمصير هؤلاء النازحين في ظل غياب أي إرادة دولية لوقف عملية تحكم مجلس الأمن بقرار إدخال المساعدات. أستاذة سمية، في هذا الإطار وفي هذه الأزمة التي يعانيها الشعب السوري، هل بات الملف الإنساني ضحية أجندات سياسية دولية متضادة بعيدا عن المواثيق الدولية التي تلزم وألزمت الأطراف المتحاربة تجنيب المدنيين هذه الصراعات؟ من المؤسف أن أصلا المشكلة السورية كلها أو ما يعانيه السوريون أصلا من عملية النزاع هي كانت رهينة هذه القرارات التي لم تنصف هذا الشعب وأدخلت المدنيين في صلب المشكلة، وكانوا هم الضحية الأكبر للأسف. موضوع تقديم المشكلة السورية وحصر المساعدات الإنسانية هو أمر جدا مؤسف، وخاصة في ظل أنه لا تتوفر إرادة كافية لدول الغرب لكفية مجلس الأمن على موضوع إدخال المساعدات. فكما نعلم جميعا أن هناك تحليل قانوني يجيز عملية كفية مجلس الأمن عن هذا الموضوع، فإدخال المساعدات يتم عن طريق منظمة إنسانية حيادية، والنظام متهم بنهب المساعدات ضمن يعني هذا ما أثبته التحقيقات قامت فيها عدة أطراف. وأيضا موضوع إدخال المساعدات لا يوجد يعني عليه أي عائق في ظل أن تركيا موافقة على عملية إدخال المساعدات، والطرف الآخر من الحدود والمعارضة لا يوجد لديها أي مانع، وبالتالي يجب كفية مجلس الأمن عن هذا الموضوع والتحكم يعني جعل هذا الموضوع بازار روسي في كل مرة يتم تجديد قرار فيه. هل الحرب في أوكرانيا وأيضا المناكفات السياسية بين الغرب وروسيا هي السبب في إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين، تعتقدين ذلك؟ هلا موضوع ما يحدث طبعا يعني في أوكرانيا له تأثير بطريقة أخرى، فكما شرنا في عدة مناسبات
أن موضوع حتى حجم المساعدات اللي يتم تقديمه إلى السوريين قد تأثر وتوجه جزء منها للشعب الأوكراني، طالبنا عدة مرات أن لا يتأثر هذا الموضوع بذاك. وأيضا عملية الموضوع النقاش بين دول الغرب وروسيا كان لها تأثير على موضوع اتخاذ قرار المساعدات الإنسانية، لأنه كما أشرت سابقا أن موضوع تجديد هذا القرار هو بازار روسي يقوم من خلاله على تمرير القرارات التي يريدها بأكبر قدر ممكن. من إسطنبول رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية حداد، شكرا جزيلا لكم.